ناخذ المحاضرة رقم 8. يقول after we discussed بعد ان ناقشنا بعد مناقشة the process of citrus عملية وضع التجديد placement في مكانها on two syllable اخذنا التو سيلبل الكلمة من مقطعين عرفنا وين نحط الستريس. It's time to discuss والآن سوف نناقش how to place stress كيف أن نضع التجديد في مكان on three syllable على الكلمة المتكونة من ثلاث مقاطع. يعني أخذنا التجديد على الكلمة أم مقطعين اللي هي هاي أم three syllables two syllables اللي هو هذه. هاي الكلمة المتكونة من مقطعين مثلا apply apply مثلا انت هاي منا مقطع هذا ومقطع هاي كلمة من مقطعين. هسه راح نناقش بهاي المحاضرة اما الثري سيلابل الكلمة متكونة من ثلاث مقاطع كم مقطع انترتين هاي مقطع هذا مقطع هذا مقطع هاي ثلاث مقاطع كذلك دي هاي مقطع وهذا مقطع تمن هذا مقطع هاي كلمة أم ثلاث مقاطع با را دي هذا مقطع نكمل. هسه ناخذ كلمة أم ثلاث مقاطع يقول which is more complicated تكون أكثر تعقيد قليل التعقيد مالها يعني مو بسيطة مثل المقطعين أما الثلاث مقاطع الكلمة more complicated أكثر تعقيد as we have three options عندنا ثلاث خيارات نناقشها as anyone of the three syllable can be stressed ها هاي فقرة جدا مهمة يقول أي واحد من ذن الكلمة اللي بيها الثلاث مقاطع أي واحد ممكن يشدد يعني المقطع الأول يشدد الثاني يشدد الثالث يشدد يقول لك anyone أي واحد of the three syllable من هاي الثلاث مقاطع can be stressed راح يشدد. عندنا أولا ناخذ الكاتيجوري الفيرب الفعل الفعل شلون راح نشدد نشدد على المقطع الأخير الفاينل. In dealing with simple word ناقشنا في المحاضرات السابقة أنه الستيم أو simple word الverb الفعل البسيط ليش يسموه فعل بسيط لأن ما بي affixes no affixes إذا قلت شنو simple verb ينطيش قدامه فراغ كتبي له no affixes added مضافة to the verb إلى الفعل بدون إضافات مضافة إلى الفعل فيسموه السيمبل فيرب. We use the same direction نفس الاتجاهات نستخدمها بالنسبة للتو سيلابل التو سيلابل أم مقطعين إيش قلنا عليها ننظر إلى الـ من اليسار من اليمين إلى اليسار كذلك بالنسبة للثلاث مقاطع أيضا ننظر من اليمين إلى اليسار. We use with two syllable اللي استخدمناها ويا الكلمة ذات مقطعين نفسها القواعد أو القوانين بالنسبة للفعل نستخدمها للكلمة المتكونة من ثلاث مقاطع. We start looking راح أول ما نجي للكلمة ما ندحق looking at syllables ندحق على المقاطع from right to left ها جدا مهم. إذا كان عندي فعل أجي أول شيء للكلمة أنظر من اليمين إلى الشمال من اليمين إلى الشمال يعني شلون الكلمة من تكتب بالعربي من نبدي مو من اليمين إلى الشمال عامليها معاملة الكلمة العربية مثلا عندي كلمة هنا مثلا عندي هنا كلمة إذا هي فعل هذا verb فعل من اجي ادحق من اليمين الى اعتبريها كلمة عربية من اليمنى الى اليسرى تبدين من المقطع الاول تشوفي اذا قوت تطيس ترس اذا مو قوت تروحين على اليمة التير هذا اذا قوت تطيس ترس
إذا مقوين تروحين على اللي آخر شيء أيضا تشوفي. وهذا ما آخر شيء، هو أول شيء، بس إحنا بالنسبة للعربي هو آخر شيء، بس بالنسبة للإنجليزي هذا أول واحد. فشوفين ياهو الأقوى تطيه، هنا ثلاث مقاطع، شوفين ياهو أقواهن تطي السترس. بس شنو، مو تجين من اليسرى، تجين من اليمنى، لأن إذا الأخير أقوى هو الأولوية إله. إذا مو قوي حيل اليمة أقوى منه أنطيها لليمة، إذا ضعيف قصدي هذا أنطيها لليمة، إذا هذا هم ضعيف أنطيها لليمة. وشوفوها كلها عندنا، يقول this mean، هذا يعني we need to start، هذا يعني نحن سوف نبدأ with final syllable، راح نبدي من المقطع الأخير، من الفاينل سيلابل المقطع الأخير، يعني الكلمة إذا مكتوبة نبدي من المقطع الأخير. راح يسألك يقول لك in verb we begin with which syllable، من أي مقطع نبدي؟ قولي له the final syllable، من المقطع الأخير. ها عندنا نقاط، إذا شلون يجيش منطق السؤال على ذا النقاط، وهذا سؤال مهم دائما يجيبه. يقول لك the direction of the verb، دائما يقول لنا اتجاهات كتابة السترس للسمبل verb للأفعال. we need to start with، نحن نحتاج إلى أن نبدأ من المقطع الأخير. أولا if the final syllable، إذا كان الفاينل سيلابل المقطع الأخير سترونج، إذا كان قوي give it stress، بس أنطي الستريس، هاي علامة الستريس، وها هي. يقول لي if the final syllable، إذا كان المقطع الأخير is not strong، ليس قويا، بهاي الحالة شو أسوي؟ أروح على اليمة leave it، أول شيء تتركي، لازم تكتبين هاي مهمة leave it، أتركه انستريس غير مشدد، غير مشدد اتركه غير مشدد، يعني ما انطي العلامة. اذا كان شنو، اذا كان not strong يعني مو قوي، مو قوي. and give واعطي ستريس، علامة التجديد، to the syllable للمقطع before the final. شنو يعني before the final؟ هسه راح اعلمك، يعني هاي مو كلمة منتهية بمقطعها، بالنسبة للفيرب ندور كلمة هي فيرب. هنا وين الفيربات؟ هنا عندنا فيرب امبروتي تسترز، عندنا هو بالمنزمة منطينا فيرب، منطينا فيرب بالمنزمة، وخرقنا عندنا فيرب بالمنزمة ناخذه، هذا فيرب مثلا. من نجي من الأخير، إذا كان هذا قوي أنطي السترس، زين إذا بحالة كان عندنا واحد ضعيف، مثلا هنا عندنا إيه هذا ضعيف، رسم الصوتي هذا راح ينقلب الشواء، الإي آر ينقلب الشواء، هذا ضعيف أنطي السترس؟ لا ما أنطي السترس، أروح على اليمة، اليمة شبيه قوي اليمة، ليش؟ عندي حرفين عندنا قوي، ورا كونسنت مدعوم بكونسنت. إذا هذا سترونج، هذا الأنطي ستريس، هيك بمعنى. يقول إذا كان تنظرين من نهاية الكلمة، إذا كانت الكلمة عبارة عن فيرب فعل، تنظرين من الأخير، إذا كان الأخير قوي تنطي علامة الستريس، إذا كان ضعيف تحذفين علامة الستريس leave it، تتركي، تروحين على شنو؟ before final، هذا المقطع يسموه قبل الأخير before final، وهذا before final. شوفين تقطعين هذا نهايته، هذا بدايته، هذا بدايته. quant هذا quant، هذا المقطع حط الشان كل واحدة بلون عمود، ما تخبطين، كاتبته كتابة صوتيا quant، راح تطي التجديد لان هذا بي ديفثونج، حرفا على ديفثونج يعني سترونجر، وهذا المقطع اللي بالبداية اتركي، لان هو ما دام لقيت واحد اطيتي السترس، ها هي بعد. لا
لكن اذا هذا ضعيف وهذا ضعيف بهاي الحاله تعطي لي هذا، بس هذا طلع قوي طينا هي، لكن اذا هذا يجي ضعيف تعطي لي الورا وهكذا. هاي مثال. اول شيء خلنا اقرا الكسمه الجمله، اقرا الجمله وبعدين اكمل لك. يقول if both، ها ما كملت لك البيفور فاينل اللي قبل الاخير. one if it is strong، اذا كان قوي انا راح انطي سترس. نجي على ال if both فاينل. يقول if both، اذا كان كلاهما بالاخير واللي قبل اللي بالاخير هما يعني اثنين ويك. if both، اذا كان كلاهما الفاينل المقطع الاخير، and pre final واللي قبل الاخير اثنين are weak، ضعيفات. leave them، تتركيهن وين تروحين؟ تعوفيهن unstressed، غير مشددات. and give stress، المن تطين الستريس to the first syllable، وهاي احتمال يجي تشا فراغ. اذا كان الفاينل والبري فاينل اثنين ويك، leave them، تتركيهن and فراغ و give the stress to the first syllable. ها بأي حالة if it's strong، إذا كان قوي يعني first syllable، إذا كان مو قوي لهم لتطهية، بس إذا كان شنو strong بشرط، طاق شرط إنه يكون قوي. راح نعطيك مثال هنا، هاي دي يتكلم عنه، هاي هذا verb اسمه pretty، هذا با هذا با هذا مقطع، را هذا مقطع، دي هذا مقطع. نجي على اول واحد، هذا ويك ما انطي السترس، اتركه ليفت، اروح على البري، هذا الفاينل، هذا البري فاينل. بري فاينل يعني قبل الاخير، فاينل يعني الاخير، اروح على البري فاينل على قبل الاخير، هم ضعيف هم بيشوا، هذا الاي والشوا اثنين ضعيفات، هم اتركه ما انطي السترس، اتركه اروح على الفيرست الاول، الاول مو ضعيف بي حرف عله، هذا مو ضعيف حرف العله، فانطي السترس. اذا هذا اروح على المقطع الاول انطي السترس. هو هذا بدي يشرح لك عنه. هسه كملناهن، هسه شو هذا من ينطيك منطوق السؤال؟ يقول لك the final syllable، الدايركشن مال final syllable، تكتبي له الدايركشن مال final syllable. اول شيء تقولي له final syllable is strong give it stress، final syllable is not strong give it stress to the pre final، انطيها للي قبل الاخير. وبعدين تقولي له قولي له اذا كان الفاينل والبري فاينل اثنين هنويك ضعيفات، اروح على اليمن على الفيرس سلبل على المقطع الاول، اذا كان قوي انطي السترس. وهذه الامثله شرحت لكم اياها توني. الانترتن، الانترتن هذا فيرب، لان فعل، اذا فعل ابدي من الاخير، اذا اسم ابدي من البدايه، هذا فعل فيرب ابدي من الاخير. التين قوي انطيته، ليش؟ لان حرفين عله دفثونج انطيته السترس، ما حاجة اروح على الثاني والثالث لان هذا قوي رأسا انطيته، خلصنا من عنده. يقول in this verb the final syllable is strong with diphthong اللي هي اي اي اللي هي هاي اي اي، so we have give it stress، لهذا اعطينا التجديد. نجي على النقطة الثانية، انكونتا نجي من الاخير من المقطع تي، هاي الار تنحذف، الاي تنقلب شوا، هذا المقطع تي، نجي على هذا الكوا كوانتا، وهذا الانك، انك هنا ينكتب، لان فعل ابدي من الاخير، الاي ار هي تي شوا، هذا ويك ضعيف، شو اسوي؟ ليف ات، اتركه ما انطي السترس، اروح على القبل اللي هي هذا الكوانتا. يسموه قبل الاخير البري فاينل، هذا شنو هو بري فاينل؟ بري فاينل هذا شنو هو؟ هذا يسموه فاينل، فاينل الاخير، هذا قوي بحرفين عله، اذا هذا ديفثونج، اذا انطي ستريس، ما حاجه اروح على الاول لان هذا لقيته قوي انطيته ستريس ديفثونج. بعد in this verb the final syllable is weak، الحرف الاخير ضعيف،
وذشوا سوي go bugs راح وين نروح to the syllable before the final. نروح على المقطع اللي قبل الأخير give it stress أعطي التجديد. ليش؟ لأن هو strong قوي بس إذا بحالة واحدة إذا قوي أنطي إذا ضعف تتركي تروحين على الورا. With the diphthong أيو هذا الديفثونج أيو أنطي سترس. النوعية الثالثة لا بالأخير ولا اللي قبل الأخير قويات اثنين ضعيفات البوث ويك وأنا أروح على الفيرست سيلابل. برادي أجي أقسمها أب ب مقطع ر مقطع ر مقطع هذا الر دي مقطع هاي ثلاث مقاطع أبدي من الأخير لأن هذا فعل verb. أرسم كتابتها الصوتية دي ضعيف ويك أتركه أروح على القبل على الوراء ر أيضا شوى ضعيف أتركه هذا قوي أنطي السترس. يقول in this verb the final and the one before الأخير واللي قبل الأخير اثنين هنشبيهن are both ويك اثنين ضعيفات وذي الشوا واحد ويا الإي اللي هو إيه هذا ويا الإي سوي so go back راح نرجع وين the first syllable وين the first syllable اللي هو هذا. احنا عندنا لن نبدي من اليمنى لليسرى فتشوفي بالأخير بس هو بالكلمة بالبداية هو the first syllable إذا كان strong give it stress if it's strong إذا كان قوي هذا هو الحرف قوي. هسه نجي بالنسبة للرول مال الناون إذا كان عندي اسم